صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب قرار رقم واحد لسنة 2018 بتعيين مدير للجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب ونص القرار في مادته الأولى على تعيين الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مديرا للجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب